نرجع تاني مع بعض ونرحب بنجومنا النهارده في كوره كل يوم، كابتن حماده انور والناقد الرياضي المميز محمد عراقي. ازيك يا كابتن حماده؟ كابتن كريم اخبارك ايه؟ كله تمام كله تمام يا كابتن محمد. ازيك يا كابتن كريم عامل ايه؟ ازيك يا كابتن عراقي اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ مش متكافئه كده العمليه ليه؟ يعني اتنين زمالك واحد اهلي رسمي كده. لا انا زملكاوي من جوايا، لكن على الهوا يعني. على الهوا يعني لازم محايدين برضه، ما ينفعش الاهلي برضه تلبسوا كده على ليه؟ ما هو اهلاوي، ما هي معروفه يعني. طب جمهور الزمالك يعني، ما جمهور الزمالك عادي، انا زملكاوي. هو معنى انا مثلا زملكاوي جمهور الاهلي يزعل؟ الكابتن حسن شحاته يعني في طبيعه ان هو رابط نادي الزمالك. استنى، هو قال لك علاقات جيده مع جمهور الزمالك؟ لا طبعا، علاقات جيده، علاقات جيده جدا. طب ايه يا مين اللي هيكسب يا كابتن حماده، الاهلي ولا الزمالك؟ الزمالك طبعا طبعا طبعا، متاكد يعني؟ لا لا بس انا بس منين؟ طبعا انا عايز اعرف بس منين طبعا. والله بجد بعيد عن الاهلي والزمالك خالص. البطولات اللي هي الماتش الواحد ده بنخلص على طول على طول، وهتشوف بعد الماتش يعني طبعا بناء على ايه؟ وفقا للمستوى يعني. انت شايف طبعا برضه بطولات الاهلي مالكش علاقه؟ لا قول لي شايف طبعا ولا لا؟ لا انا راجل مذيع هنا بره الهواء اتكلم معاك، لكن هنا نتناقش بقى بحياديه. كابتن حماده انور بيقول دلوقتي الزمالك طبعا بطل كاس. طب هو يقول لك طبعا ليه وبعد كده غلط؟ طيب طبعا ليه يا كابتن؟ لا لا، الزمالك في المباريات اللي هي عارف انت المباراه الواحده بتاعت البطوله دي الزمالك بمميز فيها بشكل كبير. والزمالك بتبقى يعني لما نيجي نبص حتى على اخر مباراه ما بين الزمالك والاهلي في الدوري، كان طبيعي ان كل الناس كانت بتقول لك الاهلي هيكسب طبيعي، لكن لما تيجي تبص على الماتشين يا كريم بتاع نهائي الكاس اللي كان في السعوديه، الزمالك فنيا كان متفوق بشكل كبير جدا كأداء لحد ما امام عاشور لحد ما امام عاشور قدر ان هو يرجح كفه النادي الاهلي في الاخر. مباراه الدوري هنا الزمالك كان السكواد بتاعه ضعيف جدا، ويمكن زيزو اتعور في اول لقاء وفتوح كمان اتعور، وكمان جوميز يعني عمل الحاجات اللي بيعملها الغريبه، وراح مطلع عبد الله السعيد وطلع ناصر ماهر، وبرغم كده ان الزمالك قدر يكسب 2-1 يكسب في الاخر. لكن انا عايز اقول طبعا ان النادي الاهلي طبعا لما نيجي نبص على المجمل، لا النادي الاهلي عنده سكواد قوي جدا، عنده استقرار، عنده الامور عنده افضل بكتير، عنده تدعيمات بشكل كويس، والتدعيمات دخلت لعبت مع النادي الاهلي ودخلت مع الفريق. لكن تدعيمات نادي الزمالك ما فيش ولا لعيب لعب يعني، دي برضو من الحاجات اللي اكيد هو ما فيش غير يحيى عطيته الله بس اللي لعب مع الاهلي ماشي يعني متدا. ما هو اشرف داري كان مصاب وموجود برضه مع الاهلي ممكن يعني، بس بقاله قد ايه موجود معاهم؟ والنهارده لعيبه نادي الزمالك اللي دخلت على فترات. ايوه، ان انت النهارده تبتدي ان الراجل حتى يفكر هيدخل مين في التشكيل هتبقى بحسابات يعني. هيبقى النهارده لو انت النهارده هتفكر او لما نيجي نتكلم على التشكيل والكلام ده كله فيما بعد، بس قصدي حسابات كولر مختلفة شوية عن حسابات جومز، لأن كولر أصلا فرقته عنده ثابتة لا وعنده سكواد قوي أصلا عنده سكواد كويس. لكن جومز النهاردة التدعيمات هتبقى في أضيق الحدود في اللعيبة اللي هو يعني النهاردة كان بياخد عمر جابر من الباك رايت ودي باك ليفت، فالنهاردة أنا بقول في المباراة دي مش هيحصل كده. بيحصل إيه؟ مش هيحصل، لا عمر هيلعب على عدلته، ممكن يلعب محمد حمدي أو بنتاج حسب اللي مين، مع إن أنا برجح حمدي على أساس إنه لعب قدام النادي الأهلي قبل كده وعارف لعيبه النادي الاهلي مع انبي وعارف لعيبه النادي الاهلي وعارف ازاي يتعامل معاهم، فهو يبقى اكثر خبره من بنتايك اللي ممكن يدخل على مراحل. فانا شايف ان المباراه في الملعب هتبقى مباراه صعبه، لكن انا شايفها فنيا لا هتختلف، الفنيا هتبقى المباراه هنقدر ان احنا نستمتع بنهائي افريقي محترم بما بين قطبي الكره المصريه زي ما بنقول. بس انا من وجهه نظري انا شايف ان الزمالك هو ممكن تبقى كفته ارجح عن النادي الاهلي.